لست أدري إن كان يسمع على المباشر من ملعب ميلود هدفي هنا بوهران، أين تتواصل عملية دخول الجماهير إلى ملعب ميلود هدفي هنا بوهران، أين الجميع سواء من جماهير شباب بلوزداد أو جماهير جمعية شلف يواصلون الدخول التدريجي تحسبا للمواجهة النهائية التي ينتظرها الكل على الساعة 5 مساء. حكيم، نعرج على بعض الأجواء هنا في الملعب، الأمور التنظيمية رائعة سواء على المدرجات أو أمام ملعب المواجهة، يعني الجانب التنظيمي قبل حوالي 3 ساعات عن هذه المواجهة الكبيرة وكبيرة جدا كلها مضبوطة، هناك حرارة نوعا ما في الطقس هنا تعيق ربما الجماهير، إلى أنه الأجواء الحماسية والكبيرة هي رائعة هنا في وهران. نعلم بأنه شباب الوزداد يسعى في هذه المواجهة لحصد كأس الجمهورية أو لقبه التاسع في هذه المنافسة، بينما جمعية شلف تسعى للتتويج بثاني كأس لها بعد تلك التي توجت بها أمام اتحاد سطيف سنة 2005. بدون إطالة حكيم، سنحاول أخذ انطباع السيد كريم شتوف الذي يعرف البيت جيدا ويعرف كرة القدم الجزائرية، سربما يحدثون عن هذا النهائي وعن الأمور هنا في ولاية وهران. السلام عليكم كريم شتوف، مرحبا بك معنا على المباشر، واش تقدر تقولنا ربما على هذا النهائي؟ هو أكيد عرس كروي بين مدرستين عريقتين في كرة القدم الجزائرية. بالطبع، السلام عليكم، عرس كروي بأبك أكتد الكلمة. أنا أشوف أجواك الملعب كله ملون بالأحمر والأبيض في كلتا الفرق، ملعب رائع، أجواء رائعة. أنا أشوفه باللي التنظيم كان منذ صباحة 10 صباحا، الناس عم يدخلوا بكل إرياحية، مناصرين عم يدخلوا تدريجيا، تنظيم محكم، ملعب رائع، أجواء رائعة. إن شاء الله يكون فيها مقابلة يعني بأتم معنى الكاملة كلمة، مقابلة كروية في المستوى. كان هناك حديث كبير على الملعب الذي كان سيحتضن هذه المواجهة، هناك من قال نيلسون مونديلا، هناك من قال وهران، في الأخير التنظيم أو احتضان هذه النهائي عاد لملعب ميلود هدفي بوهران، هو ملعب مناسب أكيد لاحتضان مثل هذه المباريات. هو ملعب مناسب والقرار كان صائب، لأن جرت عدة مقابلات في قسنطينة وأجرت عدة مقابلات في عنابة وكذلك في ملعب برقي، وهذا يعني مقابلة كبيرة كما هذه تحتضنها ولاية وهران، وملعب في المستوى، ملعب أولمبي رائع، ونظن باللي قرار محكم ويساعد الفريقين. بالنسبة للحضور الجماهيري الكبير، أنت هنا في ولاية وهران، أنصار شباب بلوزداد من هنا، أنصار جمعية شلف من هناك، الملعب بدأ يمتلئ، حضور الجماهير أكيد سيساهم في إنجاح هذا الحفل. بالطبع، مقابلة بدون جمهور ماش مقابلة كروية بدون جمهور ماش مقابلة، ما عندها حتى طعم الكأس، وهذا مقابلة الكأس الجمهورية. إن شاء الله راح يكون حضور إن شاء الله رئيس الجمهورية، وراح يزيد يعطي يعني نكتة كبيرة لهذه المقابلة، وكل التنظيم كان على اساس ان تكون مقابله كبيره في كل جوانب. ان شاء الله تكون الروح الرياضيه تسود هذه المقابله، ونعرف يعني كلا الفريقين فريقين عريقين ومالفين يعني بالمقابلات كما هذه، وان شاء الله يعني نطلبوا باش تكون تقنيا المقابلة تكون تقنيا في المستوى. كريم، لو نتحدث عن هذه المنافسة، منافسة كأس الجمهورية، لديها طعم خاص ولديها ميزة خاصة بما أنها تسلم من طرف رئيس الجمهورية، أنت كنت تذوقت حلاوة هذه الكأس لما كنت في وقت سابق مسؤول في شباب بلوزداد، يعني وشنو هو الميزة الخاصة في هذه المنافسة؟ الميزة الخاصة أنه ما تقدرش دي تكهنات، يعني مهما يكون الفريق اكبر ولا يعني يكون عنده في وقت ما احسن من الفريق الثاني والعكس كذلك، وانما ما في حتى تكهنات
الكأس هي اللي تختار الفائز. والكأس كي تختار الفائز معناتها احنا ذهنيا كل واحد راه يعني عنده فكره على بصح ما قدرش يعني يكون قرار صائب. توقعك لنتيجه المباراه؟ توقعي انه الفائز ان شاء الله يكون احسن ويكون الفائز. شكرا. اذا حكيم، كما تشاهدون الاجواء رائعه ورائعه جدا، سواء على مدرجات ملعب ميلود هدفي او على هذه الارضيه الجميله والجميله جدا، من احسن الارضيات هنا في الجزائر. اكيد الجماهير ستستمتع سواء المتواجده هنا في المدرجات او التي جميل. تتواجد خلف الشاشه، بما ان المباراه ستجمع احد او بين فريقين كبيرين جدا في كره القدم الجزائريه، شباب الوداد او جمعيه الخطاب. اعطيني الصوره على المدرجات، لا تخرج، ارجو ان تبقى معي من فضلك. اسلام لست أدي. نعم، شكرا للمصور، معلش خليني اشوف انا، نعطي للمشاهد الكريم. هذه هي الاجواء هناك، تبدو مدرجات قبل ساعة ونصف تقريبا راح تمتلئ، والملعب أكيد من أنه سيمتلئ بالجماهير بين جمعية الشلف وأيضا شباب بلوزداد. الآن لا تفرق بين اللونين، كلاهما أحلام بنفس اللون الأحمر والأبيض. نعم إسلام حكيم. نعم تفضل. أكيد حكيم، المدرجات، نعم أكيد حكيم، المدرجات نشاهد الجهة الشمالية والجهة الجنوبية امتلأت بجماهير الفريقين، ولكن هناك أعداد غفيرة وغفيرة جدا خارج الملعب، تبدأ تدخل في أو بطريقة تدريجية قبل انطلاق هذه المواجهة. يعني المدرجات بتأكيد ستكون ممتلئة عن آخرها، بما أنه كل التذاكر المخصصة لهذه المواجهة قد نفذت. يعني اللونين الأحمر والأبيض هما لونين الفريقين، يعني يصعب التمييز بين جماهير شباب الوزداد وجماهير جمعية الشلف في هذه المواجهة. يعني الفائز اليوم سيكون اللون الأحمر والأبيض أكيد. صحيح، ممتاز. في هذه حكيم يجب أن نشيد حكيم يجب أن نشيد كذلك بأرضية الميدان التي تتواجد في أحسن حلة لها. نعلم جيدا بأن الملاعب الجزائرية التي شيدتها الدولة مؤخرا يعني تمتلك كل المواصفات لاحتضان مباريات، لا نقول نهائية فقط بل عالمية. الأرضية جيدة وجيدة جدا. شكرا خاصة إسلام. إذا كانت هذه التفاصيل ستبقى معي بعد قليل، يعطى الكثير من التفاصيل بالنسبة لشباب الوزداد. تنقلوا مباشرة إلى الجهة المقابلة، هنا يتواجد ياسين راشي مع جماهير جمعية الشلف. كيف هي الأجواء هناك؟ الحماس، كم أحب هذه الأجواء الرائعة بين الفريقين. إليك ياسين، كيف هي لديك الأمور؟ أهلا بك زميلي حكيم، تحية لك.